بدل لا ايش يعادونا ونوري لهم العداء. يعني نصلح في نفسنا الاول قبل ما نتقرب ليهم. احنا ما ينفعش نتقرب ليهم واحنا بنشرب خمره وسجاير وعايزين نروح للبسوط. يعني انا الذي اريد في الحقيقه اذا انا ارى اذا نصروا المسلمون الان ليسوا على اي استعداد للنصر حسب نظري. انا اظن ان الله سبحانه وتعالى سينصرنا حينما نكون على استعداد لهذا الشيء. لماذا؟ انا افتخر ومن اعظم ما افتخر به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكه بعد ان حاربه 23 سنه وقال اذهبوا اليوم فانتم الطلقاء، يعني انتم لا تثريب عليكم، وناس حاربوه يعني لهذه المده العظيمه، وهذا افضل خلق الله، يعني يختلف عن البشر، هذا افضل خلق الله. قال لا تثريب عليكم اليوم. من دخل بيت ابي سفيان كان هذا هو الحلم، هذا هو الحلم المطلوب. ابو سفيان الذي حاربه في هذه المعارك بشده، ونفس الشيء صلاح الدين الايوبي، انا افتخر بان حينما دخل في القدس هو يعني عاملهم بتلك المعامله العظيمه، وحتى الانجليز اعترفوا بفضله. انا اريد هذا الاسلام، هذا الذي اعتنقته. انا لم اعتنق الثار والبغض والكراهيه، يعني صراحه فحينما انا ارى ان حينما الناس يتصفون بتلك الصفات التي هي لب الاسلام ان الله سبحانه وتعالى هو سينصرنا، انا ما عندي شك، لكن هذا النصر سيكون مع الحلم، حتى الذين ياتون من بعدنا يفتخرون بنا ولا يروننا كالحاكم بأمر الله الذي أحرق كنيسة النصارى وكانوا في ذمته. فنحن لا نفرح بهذا الرجل، يعني نرى أن هذا عارا على المسلمين، ولكن هو عاش إنسان تاريخي، والذي أعقبه الخليفة الذي بنى الكنيسة من جديد واعتذر إلى النصارى أنه أساء إليهم، هذا هو الذي نفتخر به، هذا هو الرجل الذي نفتخر به، ليس الرجل الثأر ولا البغض، بل الرجل المنصف، الرجل الذي قام بواجبه، وهذا هو الذي نطالب من إخواننا فقط. يعني كما قال الدكتور، يعني نحن نرى أن الجهاد فرض ولا نرفض ذلك أبدا، وهذا حق لكل شعب أن يدافع عن أنفسهم، ولكن نحن نريد الجهاد لا نريد حربا، وهناك فرق بين الجهاد وبين الحرب. يعني الجهاد لإعلاء كلمة الله وليس للثأر وليس لانتقام وليس للتشفي، بل هو لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الهدف إعلاء كلمة الله أنا ما عندي شك أن هذه أمة منصورة، ولكن إذا كان لغير ذلك فمن توفيق الله أن لا تكون منصورة، لأن يفتحون الأمة ويفتحون التاريخ ويفتحون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم هذه أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نحن لا نمثل يعني تلك السنة العظيمة التي سن لنا فلا يحق لنا أن نقول، يعني كما قال الله هل أنتم مسلمون، هذا هو السؤال، هل أنتم مسلمون؟